برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من ماما شادو. في الأيام الأخيرة انتشر مرض التوحد بين الأطفال، وطبعا الأسر ما بتبقاش عارفة ازاي تتعامل مع الأطفال اللي عندهم توحد، وكمان هم مش بيقدروا يكتشفوا المرض وايه الوقت المناسب اللي هم يقدروا يكتشفوا فيه ان طفلهم فعلا عنده توحد. وفي ناس تانيين ممكن يبقى ابنهم ما عندهوش توحد ويفكروا ان هو عنده توحد. طبعا في سمات كتيره للتوحد، ولكن احنا كامهات برضو مش عارفينها قوي، لان احنا ما عندناش تعامل قوي مع الطفل اللي عنده توحد. فبالتالي طبعا لو كان في مثلا طفل متاخر في النطق، او مثلا عنده اكتيفيتي عالي شويه، او عنده هايبر اكتيف، فالام بتفكر ان التاخر في اللغه او ان هو عنده حركه زايده او كده، ان ده بيكون سبب من اسباب مرض التوحد. فعشان النهارده نفهم يعني ايه كلمه توحد، ويفهم معنى ايه مرض التوحد، وفي نفس الوقت نعرف ازاي الاسره تقدر تعامل ابنها اللي عنده توحد، هيكون معانا لقاء مميز جدا مع الاستاذه الدكتوره علا سلمان، استاذ بكليه علوم الاعاقه. نرحب بها مع بعض. اهلا وسهلا يا دكتور. مرحبا بحضرتك. دكتور، حابين نعرف من حضرتك ايه هو مرض التوحد واسبابه. مبدئيا في المشكله في الفتره الاخيره ان تداخلت مصطلحات كتير واشكال كتير مع اضطراب طيف التوحد. ايه التوحد وايه اسبابه وايه اهم الخصائص بتاعته، ده اللي هنعرفه النهارده. بس هنخلي كلامنا النهارده اكتريته موجه لولية الامر، للام. طبعا المختصين في المجال المصطلحات بنتكلم بيها مع المختصين، لكن الام العاديه، الام في المجتمع المصري العادي، عاوزه اعرف امتى اشك ان ابني عنده مشكله. بس المشكله ديت مين اللي هيقول انها توحد ومين اللي هيقول انها مش توحد؟ للاسف في الفتره الاخيره تدخلت مظاهر سلوكيه، تدخلت بعض الظواهر اللي ظهرت في المجتمع مع مسمى التوحد، وهي بعيده كل البعد عن التوحد. التوحد هو اضطراب نمائي شامل، اضطراب نمائي عصبي شامل، ارتقائي مع الطفل. يعني ايه خلل؟ يعني ايه اضطراب خلل؟ شكل من اشكال الخلل بيصيب الطفل في مرحلة النمو الأولى من عمره. الخلل دوت بيروح بياخدوا له دواء ليه علاج؟ لا. وللأسف إن إحنا بنقول لا، بس الله المستعان إن الناس بتتقارب والناس عمالين يبحثوا سواء في كل المجالات عشان يجدوا علاج، لكن إلى وقتنا هذا يا جماعة التوحد ملوش علاج. التوحد كل التداخلات الخاصة بها هي تداخلات تأهيلية عشان أحسن من شكل السلوكيات اللي فرضها الاضطراب، أحسن من شكل السلوكيات اللي فرضها الاضطراب، لكن علاج وياخدوا الطفل فيبقى كويس إلى وقتنا هذا لا يوجد. لأن في ناس كتير للأسف استغلت قصة التوحد، فيقولك في علاج بالدواء الفلاني، في علاج بالوصفة الفلانية، في علاج إلا ما رحم ربي طبعا الناس اللي بتتقي ربنا في الحتة دي، لكن علاج صريح لمرض التوحد او عفوا لاضطراب التوحد لا، مش موجود. طيب دكتور، طيب حابين نعرف من حضرتك ايه هي سمات التوحد، وهل التوحد ليه درجات؟ زي ما حضرتك شايفه على الشاشه، ده الفيديو بيتهيألي بيعرض سمات التوحد. اتفضلي يا دكتور. طبعا ليه سمات، هو ليه اشكال، ليه مظاهر خارجيه بتترك على الطفل. ايه هو التوحد؟ احنا قلنا اضطراب نمائي شامل يظهر خلال الثلاث سنوات الاولى من العمر. في الدي اس ام 5 قال لغايه 5 سنين بيبتدي يظهر الاضطراب. ايه بيأثر على ايه؟ 1 على التواصل بتاع الطفل، 2 على الانتباه بتاع الطفل، 3 بيصاحبه سلوكيات نمطيه تكراريه، 4 بيأثر على اللغه مع الطفل. طيب ايه اللي احنا قلناه ده كله؟ ماما العاديه هتعرف اللي احنا قلناه امتى؟ اعرف ان ابني عنده مشكله، السمات اللي بتظهر امتى؟ اعرف ان ابني عنده مشكله، اعرف ان ابني عنده مشكله اما يبتدي في سن من سن صغير. هو الدي اس ام 5 الدليل التشخيصي اللي احنا بنمشي عليه قال لك من سنه وثمان شهور. تقصدي ايه بالمصطلح ده؟ الدليل المصطلح الدليل اللي احنا بنبتدي فيه نقول هنبتدي نشوف السمات دي ظهرت على الطفل قبل الفتره دي ولا بعد الفتره دي. طب هل قبل كده ما ينفعش نقول الطفل عنده توحد؟ لا طبعا ينفع نقول الطفل عنده او ما عندوش. من ايه؟ من خلال المظاهر اللي بتبدو على الطفل. الطفل ما بينواجهش مع مامته،
ما بيتواصلش معها بصريا، بيتواصل مع الاشياء عن الاشخاص. الطفل في المرحله اللي كل دي سمات يا دكتور، كل دي سمات المفروض انها ماما بتكتشفها عشان تحس ماما لو انها فعلا عنده توحد. بالظبط، ماما لو انتبهت مع الطفل شويه، لا الولد حتى ما بيبصليش، الولد ما عندوش حته ان هو لو شافني رايحه جايه بيحب يتشبث بيا. الاطفال بعد حدود من 6 لـ9 شهور بيبتدوا سن المناغاه، ان هم يضحكوا، ان هم يتواصلوا معاك بابتسامه، بضحكه، بتكشيره. لا طفل التوحد خالص ما بيتواصلش تماما معاك. طيب ابتدت ماما تشوف ان اللغه متاخره عند الطفل، الطفل تم سنه ما فيش لغه. طب ما في اطفال طبيعيين بيتموا سنه وسنه ونص وسنتين ما فيش لغه. طيب هل اللغه هنا فيها مشكلة؟ طبعا هي اللغة بتتأخر دايما مع طفل التوحد. في بعض الأمهات هتيجي تقول طب أنا ابني كان كويس ونمى نموه كويس، بس جه لغاية سنة ونص أو سنتين ابتدى فقد الكلام اللي اكتسبه، ابتدى ينعزل، ابتدى لا هو كان عنده سمات توحد أو كان عنده بعض الخصائص بتاعت التوحد بس ما بانتش إلا في السن دوت. دوت بيتوقف على شدة الاضطراب نفسه. بيتوقف على شدة بقى يا دكتور اللي هي الدرجات. بالظبط، عندنا توحد بسيط، توحد متوسط، توحد شديد. وكلما اشتد الاضطراب كلما ظهرت أشكاله بدري على الطفل. طب يا دكتور اعرض لنا كده التوحد البسيط ثم الأشد ثم الأكثر التوحد شدة. أنا بقول لحضرتك هو بمجرد ما يبتدي الطفل الشديد بيبتدي مثلاً. كل صفاته وكل السمات، ما بيتواصلش مع الأم، ما عندوش، عنده جمود في العواطف، ما بيتفاعلش مع مامته، ما فيش أي لغة لغاية سن السنتين، ما فيش، ما بيتكلمش تماما، كل تعلقه بالأشياء. انا عاوزه بس افسر لان ديت مشكله وبتقابلنا على طول بين اضطراب طيف التوحد او اضطراب التوحد وبين ظاهره اسمها ظاهره طفل الكرتون. ايه ظاهره طفل الكرتون؟ وعاوزه افصل بين اضطراب طيف التوحد والحرمان البيئي. ايه ده وايه ده وايه ده؟ اضطراب طيف التوحد الطفل مولود بيه ويبتدي يظهر حسب شدة الاضطراب. إن كان شديد بيبتدي يظهر سماته على الطفل من وهو صغير، إن كان متوسط بيبتدي يظهر بعد مثلا سنة سنة ونص، إن كان بسيط بيبتدي يظهر لغاية 3 سنوات. طيب إيه طفل الكرتون؟ طفل الكرتون دوت ظهرت في الفترة الأخيرة في الآونة الأخيرة إن قنوات الكرتون التي يعني اللي ليها مجال واسع الانتشار جدا 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 مع الأطفال. ماما مشغولة، ماما ما تتكلمش مع الطفل، الطفل ما فيش أطفال معاه في البيت، فبيبتدي الطفل يتفتح له التلفزيون عشان يقعد هادي ويتفرج على طفل الكرتون، أو بيتفرج على الكرتون، سواء بقى قنوات كرتون، قنوات أغاني، أي قنوات ماما بتبتدي تشغلها والطفل يقعد ساكت. وماما مبسوطة جدا جدا جدا، بل بالعكس بتزيد الكارثة إن ابتدى الطفل يتكلم زي اطفال الكرتون. اريد احتساء الشاي، اريد الذهاب الى بيت، باللغه العربيه بتبتدي الام بتبقى مبسوطه، ده هيبقى ممتاز. هي الام نفسها يعني جات لي ام تقول ده هيبقى ممتاز في العربي، مش كده هيبقى شاطر في العربي. بيقلد. هو المشكله انه مش هيبقى لا شاطر في عربي ولا شاطر في حاجه خالص، هو ابتدى عالم الكرتون ده يبقى العالم بتاعه. هو استبدل العالم الطبيعي النورمال بالعالم الكرتوني. فابتدى كل تفاعلاته مع البرامج الكرتونيه. لا هنا لازم نحط الطفل، نحط عليه سبوت. ايه ده ليه؟ طب هل بيتفاعل كده بشكل مطلق ولا هل بيتفاعل كده في مكان في مواعيد في مع اشخاص معينين؟ لا ده الطفل على طول بيتكلم كده، الطفل بيرفض اللعب مع الاطفال، الطفل بيرفض التفاعل مع الغير، هو خلاص عارف انه بيقوم من نوم يفتح الكرتون. الكرتون ده من كذا لكذا وده من كذا، بقى عقله مبرمج على الكرتون، ودي كارثه. بتيجي الام تكتشف الكارثه امتى؟ لما يجي سن الحضانه وتيجي توديه للحضانه، فيقولوا لها لا الطفل مش بيصوت، بيصرخ، ابتدى يتفاعل مع يتعامل مع الاطفال بعنف. ما انت حاطاه قصاد شاشه التلفزيون، البعد بينها بس او دكتور معظم الولاد كلهم بيتفرجوا على التلفزيون بشكل ايه؟ بشكل مستمر، بشكل من ساعه ما الام بتسيبه من اول ما يصحى من النوم لحد ما ينام، وهو كل الفترات اللي بينقطعها ان كان يروح تولت او ان كان ياكل. لا طبعا هو ده التلفزيون يعني بيخرج اشعه. يعني دكتور حضرتك عايزه تقولي ان التلفزيون عامل من عوامل مرض التوحد؟ لا ولا بيبين السمات بدري، بيبين الخصائص بدري، بل بالعكس ده مع الاطفال الطبيعيين. التلفزيون انت التلفزيون بيقعد قصاد الشاشه، ايه اللي قصاد الشاشه؟
الجزء الجبهي اللي هنا مراكز الحركه، ثم ضبط السلوك الانفعالي، ثم الانتباه والتركيز، ثم الذاكره العامله، ثم الوظائف التنفيذيه في الجبهه في الفص الجبهي اليمين. ده كله بيستقبل الاشعه دي. طب لو بعد عن التلفزيون مثلا 2 متر هو مش متر. لو بعد عن على الاقل بيقول لك من متر ونص ل 2 متر ومش بصفه مستمره. انت عشان تضيعي، انت عشان بس تضيعي تاثير ساعة واحدة من اللي قعدها الطفل قصاد التلفزيون من الموجات الكهرومغناطيسية، عاوزة 8 ساعات نوم في غرفة بدون راوتر، بدون موبايل، بدون أي حاجة فيها كهرومغناطيسية، أي حاجة بتخرج كهرباء. هل ده متوفر؟ ساعة واحدة قصادها 8 ساعات نوم. طب ده الطفل بيقعد 8 أو 10 ساعات، عاوز ينام كام ساعة عشان يخرج الأشعة ديت من جسمه؟ فدي كارثة للأطفال النورمال والأب نورمال. للنورمال بيكسبوا السلوك العدواني، بيكسبوا الاندفاعي. ما انت عندك كل المراكز المسؤوله عن الحركه وعن ضبط السلوك الانفعالي وعن الذاكره وعن الانتباه. طب دكتور، احنا عايزين نسال سؤال لحضرتك مهم جدا. هل الطفل التوحدي بيكون اعاقته تؤدي لاعاقه ذهنيه؟ لا، ما بتؤديش لاعاقه، بس في بعض الاحيان وبنسبه كبيره جدا ان الاطفال التوحدون بيصاحبهم اعاقه عقليه. ان التوحد بيصاحبه اعاقه عقليه. وده اللي ذكره الدي اس ام 5، ان قالك التوحد بيصاحبه اعاقه عقليه. طب دكتور، سريعا كده نصيحه للام بسرعه، ازاي تتعامل في نص دقيقه عشان خلاص وقتنا، ازاي تتعامل مع الطفل اللي عنده توحد؟ ازاي واحد تماما بتقفل عنه وسائل اي حاجه بيدخل له منها اشعاعات. ثانيا التوجه لاقرب مراكز بتخص الحاجات ديت، اقرب مركز بيجي، مراكز غاليه، الدكاتره غاليين. كل دلوقتي المراكز بقت لا تعد ولا تحصى، الجمعيات الخيريه كلها فيها مراكز لذوي الاحتياجات الخاصه. الام تتفاعل مع ابنها على قدر الامكان، ما تسيبوش وانا وديته وخلاص، لا، تتفاعل مع ابنها على قدر الامكان. حتى لو الطفل عنده سمات او عنده الاضطراب نفسه، البيئه هي اللي بتظهر هذا الاضطراب او هي اللي بتخمد هذا الاضطراب. البيئه اللي بتتمثل في الام، في الاسره. على العموم يا دكتور، بصراحة احنا كنا مستمتعين جدا باللقاء مع حضرتك، واكيد في حلقة تانية هنكمل فيها مرض التوحد وازاي الأسرة والمجتمع يتعامل مع الطفل التوحدي. في نهاية اللقاء بشكر حضرتك، وان شاء الله تكوني معانا في لقاء تاني بإذن الله. شكرا. هنطلع مع حضراتكم تقرير ونشوف التقرير مع بعض. في بنتنا بشرة، البنت بشرة هي من ذوي القدرات الخاصة ولكن عندها مواهب عديدة، بتمثل، بتغني، بتعمل حاجات جميلة جدا لدرجة ان هي كمان بتطمح تبقى مذيعة، يعني هتنافسني يا جماعة. فطبعا بشرة مامتها بصراحة يعني هي الحاجة الجميلة في الموضوع كله، وجود مامتها في حياتها بجد يعني لها نرفع لها القبعة. ام بتحاول تخلي بنتها رغم ان عندها بصراحة اعاقة شديدة جدا اللي هي سي بي او اللي هو الشلل الدماغي، ولكن لو حضراتكم تشوفوا بشرة وهي بتمشي زي ما شفتوها هي في التقرير، واقفة على المسرح وبتغني. اللي عنده سي بي ما بيقدرش يمشي، اللي عنده سي بي ما بيقدرش يتكلم كويس، اللي عنده شلل دماغي، أقصد بالسي بي شلل دماغي، ما بيقدرش يمسك القلم. لكن مامتها بالعلاج الطبيعي والدكاترة والعمليات، يعني بجد اللي هي عملته مع بنتها إنجاز. أنا بحييها لأن هي فعلا أم عظيمة، وأرحب بيها مع بعض وأرحب ببنتها بشر. أهلا بيك يا فندم. أستاذة شهندة مجاهد، برحب بيكي. دخلة حلوة دي، ربنا يخليك. وبرحب ببنتي الأمورة بشرة. طبعا يا جماعه بشرة بتحب الغنى جدا، وهي طبعا في الاوبرا، ويمكن التقرير اللي شفناه مع بعض لو حضراتكم خدتوا بالكم هي بتغني على المسرح. المسرح ده في دار الاوبرا المصريه، وهي عضو من اعضاء او من فريق الاطفال ذوي القدرات الخاصه، بتغني سولو وبتغني جماعي. هي النهارده بقى هتغني لنا اغنيه جميله اسمها بلاد طيبه، هنسمعها مع بعض. اتفضلي. يلا ابتدي. يلا ابتدي. بنتي بلاد طيبة وقريبة وحبيبة، بنتي أمل وحنان وقت الخطر، أمي بتحملي همي، حضنك دفا وامان، ليكي انا غنيت يا دنيتي.
وناسي إذا كنت مرة جنيت حقك على راسي، حقك على راسي. ايه الجمال ده؟ لا ثانية عشان نعمله بقى الفقرة. بصي ماشي. بقى يا بشرة دلوقتي انت هتعملي معايا فقرة جميلة جدا. انا بقى ايه، مش هبقى مذيعة دلوقتي، خلاص انا خلاص هستقيل دلوقتي من الفقرة دي، وانت بقى اللي هتبقي المذيعة. ماشي يلا بقى وريني. انت بقى بتقولي ان انا عايزه اطلع مذيعه، ممكن اشوف بقى اعملي لقاء بقى مع الاستاذه شهنده مجاهد الفنانه التشكيليه اللي مشرفانا ومنورانا في الاستوديو. جبناكم. يلا ابتدي بقى. معانا الفنانه شهنده مجاهد. اهلا بيكي. اهلا بيكي. هتكلميني على اللوحه وهتكلمنا على اللوحات الفنيه والتقليديه. وهتكلمنا عن اللوحات الفنية والمعرضية. يلا اتكلمي انتي بقى. طبعا اول حاجة ندي نبذة عن الفن التشكيلي. الفن التشكيلي ده ضرورة من ضرورة الحياة، وكل واحد بيشوفها بزاوية مختلفة ومنطلق اخر. يعني اللي غاوي فن غير اللي بس متذوق، غير اللي بيمارس الفن، لكن كلهم في احتياج للفن. فبشرى بنتي كانت معايا في اخر معرض وجت يعني نورتني الصراحه، وطلع عندها حس فني جميل. فبدات تسالني على الاعمال، ده بيمثل ايه يا ماما، ده بيمثل ايه. يلا يا بشرى السؤال بقى التاني اللي هتقوليه لمامي، هتقوليه للاستاذه شهنده مجاهد. السؤال التاني منكلمينا ايه هي المعارض اللي انت شاركتي فيها قبل كده؟ والله انا شاركت في مجموعه كبيره، يعني عدد كبير، يعني معدي الحمد لله 300 وحاجه كده. بس دي معارض الجمعيه، وعملت مجموعه خاصه برضو. اخر معرض كنت فيه ولما انت جيتي نورتيني كان معرض باليتا. مذيعه بقى، مذيعه بشرى نورت المعرض. وكان معايا طبعا رخبه حلوه جدا، مجموعه الفنيه، شايفين مع بعض اللوحات جميله جدا، لوحات فنيه رائعه. دي عجبت بشرى قوي. دي كنت هنا بتكلم الصراحه عن مجموعه مختلفه من الاثار اللي بينوب الانسان. يعني شوف اللوحه الثانيه كده، اللوحه ديت كنت فيها شغله حفر، عامله حفر على خشب، وكنت عامله فيها ان زي النبات لما بيجي له لحظه اعصار وانكسار. يعني مش النبات في حاله برايت، لا، اللوحة دي بعبر فيها عن كان وقتها الثورة والدموية طبعا اللي كانت موجودة وقتها. جميلة قوي الصورة بصراحة. يلا يا بشرى بقى كتير. انهي بقى الفقرة مع الأستاذ شهندة مجاهد. اهو حني الفقرة بشرى مع الأستاذ شهندة. بقى في نهاية اللقاء بشكركم. يلا ابنها يلا يا بشرى، مذيعة بشرى ما تضحكش. مذيعة المذيعة ما فيهاش تضحك. في نهاية يلا حبيبة قلبي في نهاية اللقاء بشكركم واشوفكم معنا في حلقة جديدة من ماما شادو. في نهاية اللقاء بشكركم.